هنعمل النهاردة ملوخية بالأرانب. الملوخية بالأرانب فعلا فعلا من قديم الأزل بيتقال عليها الأكلة الملوكي، أكلة كده لعشاق لحمة الأرانب الجميلة، مفيدة جدا جدا. خلي بالكم الأرانب مفيدة لأن ما فيهاش نسبة دهون إطلاقا، بالعكس دي دايما دايما الدكاترة بيوصفوها لأصحاب أمراض الجهاز الهضمي، للقولون، للمعدة، للمناعة حتى. يا جماعة كلوا لحم الأرنب واشربوا شوربة الأرنب، مفيدة ومغذية جدا، خالية من أي دهون نهائي. طيب نقول المقادير بتاعت الأكلة الملوكي بتاعتنا ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. ملوخية بالأرانب معايا أرنب، أرنبين على حسب ما أنت عايزة تجيبي ملوخية. النهاردة هنستعمل ملوخية جرين بارادايس زي ما احنا اتفقنا، شركة عريقة جدا جدا في منتجات المجمدة بالنسبة للخضار والفاكهة، كل منتجاتها بتطلعيها من الكيس كأنها طازة مش مجمدة أبدا. استعملنا البامية وشفتوا لونها وشكلها وطعمها كان زي العسل، والنهاردة إن شاء الله هنستعمل مع بعض الملوخية. ملوخية جرين بارادايس، شوربة الأرانب اللي سلقناها فيها، ثوم مفروم، كزبرة ناشفة، ملح وفلفل، مستكة وسمنة. دي كده مقادير أكلتنا النهاردة، سهلة وسريعة جدا. أول حاجة عملناها ولازم نتكلم عليها يا جماعة الأرانب. عملنا إيه في الأرانب من ساعة ما جبناها؟ الأرانب يا جماعة ليها معاملة خاصة مش زي الفراخ. أول حاجة بعملها في الأرنب بغسله الأول، بديله فرقة بالدقيق والملح، دي أول خطوة معايا. بعد كده بروح شطفاه تحت المية الجارية في الحوض، بحط كده مصفة المكرونة وحط فيها الأرنب بعد ما أكون فرقته بالدقيق والملح كويس واغسله بمية جارية لازم. وبعد كده بروح جايبة حلة أو جايبة بولة كبيرة حاطة فيها مية وملح وخل وعصير ليمون، وحط قشر الليمون كمان في المية، وراح واخده الارانب حطاها نقعاها يعني زي ما يعجبك، ساعه ساعتين يعني اقل حاجه نص ساعه، بس لازم النقعه دي عشان الخل يشيل لي اي ريحه غير مستحبه. الليمون كمان بيطعم لي اللحمه جدا بتاعت الارانب، تطلع لك لونها وردي في منتهى الجمال. ده كده بالنسبه للارنب. بعد كده بنسلقه عادي جدا، ما بياخدش وقت خالص في السلق، اقل من الفراخ كمان. عايزه بس اجيب حاجه اشيل بيها الطاجن سخن، بسخن لكم الطاجن اللي هنعمل فيه ان شاء الله احلى شويه ملوخيه او نطفي كده. يبقى احنا كده عرفنا اول حاجه عندنا واهم حاجه اللي هي ايه، ازاي اسلق الارنب ويطلع لي ريحته حلوه ولحمته طعمها حلو وفي نفس الوقت يطلع لي شوربه في منتهى الجمال. اتفقنا النقع ده اهم خطوه عندنا. بعد كده بيتسلق وبعدين بطلعه من الشوربه اصفيه خالص ويتشمع في الهواء ما يبقاش فيه سوائل خالص، وبعد كده هنشتغل فيه زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض. يبقى انا دلوقتي عندي شوربه الارنب جاهزه، وعندي الارنب شلته من الشوربه، وعندي حله اللي هعمل فيها الملوخيه والطاسه بتاعه الطشه. ونكلم ام محمد. ام محمد اهلا وسهلا. صباح الخير يا شيخه. يا صباح الفل على عيونك يا ام محمد، صباح الهنا. بخير الحمد لله، ربنا يخليك يا حبيبتي، تعيشي. تعيش يا حبيبتي. زي الحاجه سهام لو كانت بتقول لك صباح الخير يا حلول يا عسل يا سكر. بالله عليكي هي فين؟ انا مش عارفه والله، يعني انا كان معايا رقم ليها بتصل بيدي مشغول او بيدي غير متاح. يعني انا بحاول والله يا جماعه فعلا، لو حد يعرف يوصل لها، مدام كريمه لو تعرفي، مدام ناديه لو تعرفوا توصلوا لها يا ريت يطمنونا عليها. انا كمان عايزه اطمن عليها. انا محبتها ليكي والله يا حبيبتي، ربنا يخليكي. لا ان شاء الله نعرف نوصل لها وتيجي معانا في تن ان شاء الله ونسمع صوتها باذن الله. امين يا رب. امين. بقول لحضرتك هي سوى الارنب زي الفراخ ان شاء الله، زي الفراخ واقل كمان. يعني ما تدوسيش عليه في السوى عشان لحمته تفضل طريه. يعني ما نحطلهاش سنة سكر كده؟ حطي سنة سكر، حطي. انا النهارده الصبح وانا بسلقه فعلا، برافو عليكي فكرتيني، حطيت ربع معلقه صغيره سكر في الشوربه عشان تفضل طريه. معلقه صغيره معلقه الشاي دي، نص ربع معلقه، ربع بس، ربع معلقه مش اكتر من كده يا حبيبتي. ماشي، نجيب معلقه. فين المعالق؟ احنا شلنا كل حاجه وانا ايه افضل رايحه جايه بقى.
الواحد صايم بقى يا ست منة، شكرا قوي. هنستعمل في تحمير الارنب وعمايل الملوخيه، اتفقنا ان الملوخيه من جرين بارادايس. نفس الحكايه السمنه، هنستعمل السمنه البقري النهارده اللي موجوده معانا من جرين بارادايس، زي ما قلت لكم سمنه بلدي في منتهى الجمال، ترميله ولون وطعم وريحه بجد في منتهى الجمال، حلوه جدا، عجبتني جدا جدا لما استعملتها في طاجن الباميه، وقلت النهارده ان شاء الله نستعملها مع بعض برضو في الملوخيه. شايفين لونها عامل ازاي؟ اللون الذهبي الجميل، لون السمنه البلدي القديمه بتاعت زمان اللي اتربينا عليها. يلا بينا، بسم الله. هاخد في الطاسه معلقه سمنه كبيره، هحمر فيها الارنب، وهقول لكم السمنه دي انا حطاها كتيره كده، معلقه كبيره كده ليه؟ ان انا هستعملها في حاجتين، هحمر بيها الارنب، وفي نفس الوقت بعد ما اشيل الارانب من التحمير هعمل الطشه بتاعت الملوخيه فيها. اول ما حطيت السمنه على النار هروح حاطه كده فصين مستكه، السمنه عشان سخنه والطاسه سخنه، ريحه المستكه طلعت على طول ايه؟ عسل كده. وبعدين بسم الله ناخد قطع الارانب. طبعا انا ايه عشان الوقت بس مش مكمله نص ارنب بس اللي بشرح لكم عليه، عشان انتوا عارفين وقتنا، فبسرعه بسرعه بسرعه كده عشان نشوف بقيه الخطوات. استاذ حسين اهلا وسهلا. السلام عليكم. ازيك؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بحضرتك. الله يخليك. ايه حضرتك بتجري على افطارنا؟ انت تسلم ايدك، ده احنا بنحب الارانب والملوخيه بالارانب. يلا افطاركم النهارده ملوخيه وارانب بقى ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. تسلم ايدك مقدما النهارده. ربنا يخليك، ما تحرمش منك يا رب. ربنا يبارك فيك يا ست الكل. انا اسال حضرتك على حاجه. قول لي تحت امرك. الامر لله. بنعمل البلح الشاي بس مش بيطلع حش يعني زي المحلات كده، وحلو زي المحلات. وبرضه بنروح نشتري ثاني. يا نهار ابيض، يعني بيعملوا وروح يشتروا. لا من عينيا، انزل لك احلى مقادير لشويه بلح الشام زي العسل باذن الله. الله يخليكي، تسلم يا كيسه. الله يبارك فيك. من عينيا، شرفتني. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما بنقرصش يا جماعه على تحمير الارنب، في التحمير ما بنقرصش لسبب ان هو ما فيهوش جلد، ما فيهوش حاجه تحميه زي الفراخ، ده هو اللحمه بس، فانا مش عايزه اللحمه تنشف. بصوا يا دوبك بتاخد لون كده اهي، جميل جمال ملوش مثال، زي العسل. وبعدين يا ستي، وبعدين طلعي لنا بقى الارنب ده، ورينا السمنه دي هتستغليها في ايه بقى؟ ريحتها بالمستكه طالعه يا وعد النهارده بجد، اكله من الاكلات اللي بجد بنعشقها كلنا. كده خلاص حمرت الارنب، يعني السمنه بقى فيها مستكه، وفي نفس الوقت حمرت فيها الارنب، واخده ريحه وطعم المستكه وريحه وطعم لحمه الارانب اللي عملناها مع بعض. شايفين واخده لون حلو ازاي من السمنه بتاعتنا، سمنه جرين بارادايس، وفي نفس الوقت ما قرصتش عليها عشان ما تنشفش. الارانب طريه اهي، مجرد بس ما ايه لسعه بسيطه كده بالشكل ده. عايزه النهارده الناس اللي ملهاش في الارانب قوي او مش مياله ليها قوي تحب وصفتنا النهارده ان شاء الله، وهتعجبكم جدا. ده كده بالنسبه لتحمير الارنب، وفي نفس الوقت انا خدت السمنه اللي هطعم بيها بقيه اكلتي، السمنه اللي احنا اصلا استعملنا فيها زي ما قلت لكم شركه جرين بارادايس. على فكره مش خضار بس، عندهم خضار وعندهم فاكهه، عندهم بقوليات، الصلصه بتاعتهم في منتهى الجمال اللي عملنا بيها طاجن الباميه برده، والسمنه سمنه بقري وسمنه جاموسي، كل المنتجات في منتهى الجمال ما شاء الله عليها. دلوقتي بقى هشتغل في الملوخيه. احنا متعودين بنغلي الشوربه وبعدين نروح منزلين فيها الملوخيه ونقلب. انت وحظك بقى، لو ما بتعرفيش تظبطي الشوربه طلعت خفيفه، الملوخيه طلعت تقيله، طلعت مظبوطه، انت وحظك. لا احنا معانا طريقه شغالين عليها بقالنا كام سنه، كل عرايسنا الجداد وكل امهاتنا الحلوين اللي اعتمدوا الطريقه دي بقت بتطلع معاهم الملوخيه مظبوطه، قوام ولون وطعم وهم مغمضين، عمرها ما يجرى فيها اي حاجه ابدا. هنعمل ايه؟ ادي الشوربه بتاعتي في الحله على النار بتغلي ماشي لوحدها، حله تانيه فاضيه دي اللي هعمل فيها الملوخيه، هاخد من السمنه اللي حمرت فيها الارنب، الطاسه دي اللي هعمل فيها الطشه، بس هاخد كده من معلقه من السمنه هنا في الحله اللي هنعمل فيها الملوخيه، وبقيه السمنه اللي في الطاسه هسيبها زي ما هي للطشه. طيب وبعدين يا ستي هنعمل ايه؟ مش هننزل الملوخيه في الشوربه؟ لا بص يا ستي، تعالوا نجيب الاكياس الحلوه بتاعت جرين بارادايس دي ونفتحها. انا حطيت اهو معلقه السمنه في الحله، بسم الله.
هنعمل هنعتمد الطريقة الحلوة. بصوا شايفين الكيس عامل ازاي اهو، ولونها اخضر وجميل ازاي. منتجات بجد محترمة بالشكل ده. نفتح الكيس، بسم الله كده. قلت لكم دايما كده خلي فيه عندك مقص في المطبخ، ده المقص بتاع الاكل بس. وهنزل في الحلة اللي حطيت فيها الصدر، تمام بالشكل ده كده. بنعمل ايه دلوقتي؟ بنعمل الملوخية، بنظبطها. اصبري بس عليا وهتشوفي دلوقتي. الكيس التاني، الله على ريحة الملوخية بقى اللي طالعة دلوقتي، عسل. وادي الكيس التاني. طيب يا واحدة صبرا. والكيس التاني عليها كده، بسم الله بالشكل ده. حلو الكلام، حلو الكلام. يبقى نص معلقة سمنة كده في الحلة، وحطيت عليها الملوخية نفسها. طيب وهنعمل ايه بعد كده؟ هفضل اشوح في الملوخية، اخلي السخونية بتاعت الحلة ومعلقة السمنة يشدولي كل الرطوبة اللي موجودة فيها. بصوا ازاي كده، افضل اقلب فيها كده. واحنا بنقلب تعالوا ناخد رحاب، عشان يعني معانا بقالها كتير على التليفون. رحاب، رحاب يعني زهقت مننا، زهقت مننا. انا اسفه يا رحاب، كلميني تاني يا حبيبتي. والله حقك عليا يا نسمة. الو، ازيك يا شيكهان؟ ازيك يا نسمة؟ الحمد لله. حضرتك عامله ايه؟ بخير. بعملك ملوخيه بالارانب بقى. ايه بصي، عارفه ملوخيه حضرتك وجربتها وكل حاجه حضرتك الله عليكي، احسن حاجه في الدنيا، وبجد بحبك جدا. ربنا يخليكي. متابعاكي من سنين قوي، يعني مش مصدقه السعاده اللي انا بكلم حضرتك دلوقتي. والله العظيم قلبي على كلامك الحلو ده، تسلمي لي يا قمر. انت قدوتي يا شيف هالة بجد، والله العظيم. حتى جوزي واولادي بيحبوكي، وجوزي دايما يقول لي بجد الاكل اللي بتعمليه ورا الشيف هالة حاجه رائعه يعني. يعني ربنا يخليكوا لبعض، ودايما كده تعملي الحلو كله يا رب باذن الله. وربنا يخليكي ويبارك لك في اولادك وفي جوزك، وينم عليكي بالستر دايما والرضا. وربنا يا رب يوسع عليكي على طول. يا رب. وانا اسعد واحده في الدنيا النهارده اني كلمت حضرتك حبيبتي بجد. على دماغي والله، اشكرك. تسلم. ويا رب الدعوات الحلوه اللي قلتيها دي يكون لك ليها نصيب، وانا وكل السامعين يا رب. اللهم امين. تسلمي لي يا قمر على كلامك الحلو ده. بصوا بقى انا بقى عملت ايه، بشوح اهو في الملوخيه ماشي. في نفس الوقت باكد عليكم تاني ان حله الشوربه لازم تكون بتغلي على النار الاتنين مع بعض. والشوربه بتغلي كده، هنزل فيها نص معلقه ثوم مفروم نيه وشويه كزبره، وكنا عايزين شويه سكر يا جماعه. طيب انا هنا دلوقتي ما طلبت السكر، فانتوا حطوا شويه سكر زي ما احنا متعودين مع بعض. وبعد كده هنجيب كبشه ونجيب المضرب، وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. تقليبه بقى كده حلوه كده اهو، تقليبه حلوه. الكزبره مع الثوم مع رشه سكر في الشوربه يغلوا مع بعض، والحله الثانيه فيها الملوخيه بتتشوح كده اهي كده. تعالوا بقى هظبط ازاي، يلا بينا بقى. بسم الله، هاخد من الشوربه اللي بتغلي على الملوخيه كده بالشكل ده. شايفين ازاي حطيت 3 كبشات بس، وبعدين اقلب واشوف القوام. عرفتوا ليه بقول لكم ان الطريقه دي تظبط معاكي القوام، وعمر عمر الملوخيه لا قدر الله ما تفشل منك ابدا، لان انت بتتحكمي في مقدار الشوربه وانت واقفه اهو بالشكل ده. طب الشوربه اللي اتحط فيها توم واتحط فيها كزبره واتحط فيها رشه سكر، انا ما خدتهاش كلها، ينفع استعملها كده في اي حاجه تانية؟ اه طبعا، دي بتظبط لك الشوربه بقى بطريقه عسل. بصوا ايه ده، ايه الجمال ده، ايه الملوخيه بتاعت جرين بارادايس النهارده دي اللي ريحتها زي العسل. محتاجه نص كبشه شوربه احط اهو. شفتي يا استاذ طلعت بقى الطريقه بتاعتنا الجميله دي، ايه اللي حاصل؟ يا دوبك تبتدي بس هتغلي، ما تخليش الملوخيه تغلي منك، هتبتدي تغلي، واي حتت متجمده زي كده تفك معاكي اشيلها من على النار، وعلى طول اروح عامله الطشه الحلوه. عايزه اقول لكم ريحه الملوخيه كانها فعلا خضراء، لو شفتوا اللون بتاعها فعلا باينه كانها ملوخيه خضراء. طيب او احنا الخطوه دي عملناها عشان دي ملوخيه مجمده، يعني انا دلوقتي لو بستعمل ملوخيه خضراء ما اعملش الخطوه دي؟ لا، الخطوه دي هنعملها على طول في اي نوع ملوخيه، علشان ده اللي بيظبط لك قوام الملوخيه اللي انت عايزاه زي ما الكتاب بيقول. الملوخيه بتاعتنا غليت، شكرا، نطفي عليها النار.
خلاص كده. طيب هنعمل بقى دلوقتي الطشة. قبل ما نعمل الطشة أنا هقدم الملوخية في الطاجن. تعالوا نحطها مع بعض. الطاجن حطاه على نار هادية خالص. بسم الله. تعالوا بقى كده بصوا بقى المنظر اللي جاي ده. بسم الله. كبشة الأول والطاجن سخن. بصوا المنظر ده يقشعر له الأبدان. وبعدين ننزل بالملوخية كده. الله الله كده الملوخية جاهزة على التقديم. فاضل لها الطشة الحلوة. يلا بينا على طول. السمنة اللي حمرنا فيها الأرنب، معلقة ثوم كده محترمة، وتاني ورشة كزبرة عليها. تقليبة. بسم الله. طبعا احنا ما عندناش شهقة ولا حاجة يا جماعة، احنا زي ما انتوا عارفين بنسمي بسم الله عشان ربنا يبارك لنا في الأكل، مش الكلام ده خالص يعني كده. وبعدين والطاجن بقى كده رايح جاي مع السخونية بتاعة الملوخية وسخونية الطاجن، اروح نازلة بالطشة الحلوة دي واحضر كبشة في ايدي. يلا بينا نطش الطاجن بتاعنا. بصوا الاول تقليبه كده كده، هاتي السخونيه اللي تحت كده الاول وبعدين انزلي بالطشه. بصوا الله الله الله. وبعدين اروح واخده كبشه من الملوخيه في الطاسه. هو ده الكلام. ايه يا استاذ طلعت ده؟ اللهم اني صايم. اسفة يا جماعة لقساوة المنظر، بعتذر بعتذر، بس ان ما كانتش الملوخية تبقى كده والجيران يخبطوا عليكي ويقولوا لك ريحة الملوخية دي عندك ولا ما تبقاش ملوخية. والجميل فيها الملوخية فعلا فعلا بتاعت جرين بارادايس حلوة، عجباني جدا جدا، ريحتها حلوة قوي، لونها كمان كأنها خضرة بالظبط، والسمنة كمان في منتهى الجمال ما شاء الله عليهم. الحاجة فعلا تفتح النفس، لما بتبقى الحاجة حلوة بتديكي كمان ايه اوبشنات ان انت كمان تعملي الحاجه حلوه. بسم الله. تعالوا بقى نقدم دلوقتي طاجن الملوخيه بتاعنا ده. الله عليها بالبقبقه الحلوه اللي هو فيها دي. الله الله الله. تقليبه بسيطه كده، نخلي بس ايه الطشه الحلوه دي ترجع تبان على الوش تاني كده. اهو شايفين السمنه وشايفين الطشه. طب شمين الريحه. ارجع تاني واقول لكم بعتذر. وبعدين نحط بقى ايه كام حته كده ارنب جميله كده. لو انا ما عنديش ارانب وعايزه اقوم اعمل الملوخيه اعملها على فراخ بنفس الطريقه؟ اه طبعا اعمليها على فراخ بنفس الطريقه بالظبط، هتطلع زي العسل من ايديكي باذن الله. يبقى احنا كده النهارده عملنا مع بعض الارانب من الالف للياء. عرفنا ازاي اغسلها، نقعها، سلقها، وعرفنا كمان ازاي على شوربتها اطلع شويه ملوخيه زي العسل. وعلى فكره هو ده طاجن الملوخيه. الناس اللي فاكره كلمه طاجن ملوخيه يعني الطاجن ده بيدخل الفرن والملوخيه بتدخل الفرن، هي مجرد تقديم بس، تقديم الملوخيه في الطاجن. لازم الطاجن يكون سخن قبلها عشان يدي طعم وريحه الفخار بتاعته للملوخيه من غير ما تدخل الفرن.